ايه رأيك في المفاجأة دي يا المرعي؟ احلى من عيدية العيد الكبير يا مرجان. ما تخافش يا حسونة، ما تخافش، احنا معاك. ايه انت مش عارفنا؟ انت مرجان وده البرعي بيه، لكن ما عرفش مين الديناصور ده بقى. انت جيت هنا ازاي؟ لما مرضيتوش تاخدوني الرحلة ركبت معاكم في شنطة العربية. بكر مش احسن مني عشان يروح هو بس. انا اصلا كنت عاوزك تفوز علشان تطلع الرحلة معانا. صح يا مرجان؟ بس انا سمعتكم بتقولوا انكم هتخلصوا على اي حد يجرب منكم. لا لا، ده احنا قصدنا الديابة والتعالب اللي حوالينا علشان نأمن الرحلة والناس اللي فيها. ده احنا معانا اطفال، وانت وبكار امانة معانا. المسابقات اللي عملناها في المدرسة كانت اختبارات علشان الرحلة الاثرية اللي هنعملها لكم هنا، لكن بكار ما قدرش يدخل المتحف الاثري اللي هنا وخاف. ده حتى كان عاوز يهرب مننا من خوفه ويرجع لوحده. انت خواف يا حسونة؟ انا خاف؟ انا ابدا. انا اقدر اعمل اي حاجة بكار ما يقدرش يعملها. ده الحسونة يخاف، وهو ده اللي احنا عاوزينه منك.